السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان. هذه الحلقة تختص تحديدا حول الإنسان. الإنسان، هل إنسان، هل أنت أو أنت أخي وأختي مخلوق أم مصنوع؟ لماذا بدأنا مخلوق أم مصنوع؟ لأن الواقع في أن حولنا أجسامنا كأن إنسان أصبح هو مصنوع أكثر من أن يكون هو معروف أنه هو مخلوق. ولماذا خصصنا هذه الحلقة ونتحدث هذا شأن؟ لو نظرنا في أي شيء صنعه الإنسان، أي شيء صنعه الإنسان، فأخذنا على سبيل المثال أي جهاز، أو سواء طائرة أو صاروخ أو أي شيء الذي صنعه الإنسان، هنا أردنا نأخذ مثال لسيارة. سيارة صنعها الإنسان، أليس كذلك؟ فالسيارة تعتمد من الدرجة الأولى لكون أن السيارة صنعها الإنسان، لذلك السيارة تعتمد على وقود. هذه وقود هي وقود اصطناعية، سميناها وقود في مسمى واحد، لكن تتميز هذه، تتنفرد بأنواع مختلفة من الوقود. على سبيل المثال سائل تبريد المحرك، زيت المحرك، سائل التوجيه المعزز، وزيت الفرامل، وزيت ناقل الحركة. هذه وقود لو استنزف السيارة فقط نوع واحد من هذه الوقود لا تستطيع تمشي السيارة، وممكن طبعا يحدث في ضرر في سيارة، في يعني تكاليف تكون باهظة كثيرة. لذلك بغض النظر عن السيارة الموديل الصنف أو قيمة السيارة، إذا لا تحافظ على الصيانة الدورية ولا تؤكد أن بوجود هذه الحد الأدنى من كمية من هذه الوقود، لا يمكن السيارة تمشي. فالوقود هذه هي وقود، هل هي وقود يعني طبيعية؟ لا، هي وقود اصطناعية صنعها الإنسان، مواد كيميائية. أي شيء صنعه الإنسان يعتبر هو مادة، تعتبر هي مادة كيميائية، وهذه الوقود مصنوع وليس مخلوق، مصنوع لأن صنعه الإنسان. طيب لنأخذ الإنسان. الإنسان ليس مصنوع، أنت وأنت لم يصنعك الإنسان، وتعتمد على وقود طبيعية. هذه الوقود تختلف عن وقود الصناعية التي صنعها الإنسان. لذا هذه الوقود هي معروف من الدرجة الأولى، مجرد خلق الإنسان وتكوين بداخل رحم الأم. طبعا أنا من وقت الآخر سأتناول ماء ساخن وتأكد من خلال الحلقة أخلص كأس كامل ماء ساخن، أخلص كأس الماء ساخن، وهذا يعتبر السادس منذ الصباح، لأن الآن في هذه الفترة المسائية أكملت البرنامج بالكامل. طيب نواصل. معروف تحديدا هذه الوقود الطبيعية، الماء، الأكسجين، الهيدروجين، والطاقة، هي وقود طبيعية لم يصنعها الإنسان، بل هي وقود، هي مخلوق. يعني الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى، والوقود هي من مخلوقات إلهية. فبالتالي الماء، الطاقة، الأكسجين، الهيدروجين كلها خلقت من أجل الإنسان، وبالتالي الإنسان ليس صنيع الإنسان. فهنا مهم جدا لو انتقلنا للمرحلة اللي بعدها، لوجدنا أن هذه الوقود كلها تمثل مسمى واحد، الماء الساخن، لأن تتدرج
هذا الوقود من مصدر واحد، الماء الساخن، لأن الماء يحتوي على ذرتي الهيدروجين وذرة الأكسجين. ولما يكون الماء الساخن إذن فيها طاقة، لذا في هذه الحالة يكون فيه الماء والطاقة والأكسجين والهيدروجين كما ترون أمامكم. فهي تعتبر هي العناصر الأربعة الأساسية للحياة، وهي تمثل الصحة الشاملة للإنسان، مكونات طبيعية أنعم بها الإنسان مجرد خلقه وتكوينه بداخل أرحام الأمهات. كل إنسان، لا يتميز أي إنسان عن إنسان آخر، ولا يوجد أي إنسان مصنوع كهو إنسان إلا إذا كان إنسان آلي، بل الإنسان هو كائن حي ومخلوق. ذلك مهم جدا جدا لكي نكتشف كيف نستطيع نحن نحافظ على صحتنا الشاملة، الصحة الشاملة، من خلال هذه الوقود الطبيعية الأساسية لجسم الإنسان. لذلك لنأخذ سبيل المثال العقاقير الطبية، هي كلها مواد صنعها الإنسان، الأدوية بجميع أنواعها، فليس إلا تمثل مواد كيميائية ولا فيها منافع أكثر من يكون فيها أضرار. لذلك إذا نفعت لكن ستترك أثرا عاجلا أم آجلا، عمل عاجلا أم آجلا. فلذلك معروف أن الأدوية لا تعالج أسباب المرض بقدر أن تعالج أعراض المرض وتترك هذا الأثر. ذلك تعتبر هي مواد غريبة، مواد كيميائية، مواد أجسام غريبة، لما تدخل في جسم الإنسان تترك له أثرا. لذلك هناك الكثيرين الذين يعيشون بأمراض مستعصية لفترات طويلة من الزمن، لذلك كأنهم حولوا أجسامهم كأنها أجسام مصنوعة، يعني على سبيل المثال شبيه بالسيارة، كان جسم الإنسان كان أصبح كأنه مصنوع، وبالتالي يتم تلاعب فيها. التلاعب المقصود أنه يكسب في مادة، يعني مقابل مادة، يعني الدواء هذا ليس بلاش، يعني الدواء هذا سواء الحكومة تدفع أو أنت تدفع بأي مصدر، لكن مهم مقابل شيء. بينما المواد الطبيعية موجودة مجانا، الهواء، الأكسجين، هذه كلها موجودة مجانا لك. فالإنسان لجأ إلى أن شيء مادي يدفع ثمنين، ثمن اللي هو المادي، والثمن آخر هو الضرر الجسدي من نتيجة لهذه المواد التي صنعها الإنسان. حتى الطعام المفرط، الطعام المفرط يعني كل يوم بكمية كبيرة من الطعام أكثر من التي يحتاج الإنسان، الكمية التي يتحمل الإنسان، هي تعتبر سموما، تعتبر سموما، لأن الأنزيمات لما تقوم عملية كسر هذه المواد الغذائية تحتاج فقط كمية بسيطة لإنتاج طاقة. طبعا تحدثنا مرارا وكيف تقوم أنزيمات في عملية كسر هذه الأطعمة لإنتاج الطاقة وبناء الأنسجة والعضلات. لذا هما أربع عمليات وثلاثة أرباع كلها لإنتاج الطاقة للخلايا، والربع الأخير يعتبر فقط من خلال الأحماض اللامينية الناتجة من البروتينات لبناء العضلات والخلايا والأنسجة. لذلك الطعام المفرط يعتبر مسموم، ولذلك نحن ارتأينا بأن مهم جدا يكون في، سنتحدث بعد شوية بس نركز هنا. فلذلك العناصر الطبيعية التي ذكرنا قبل قليل وذكرنا مرارا وهي وقود جسم الإنسان، هي التي يعتمد عليها جسم الإنسان
من الدرجة الأولى أكثر من يعتمد من الطعام، ذلك قليل من الطعام مع هذه المواد الطبيعية الأساسية الناتجة من الماء الساخن هي الأساسية، هي من الدرجة الأولى، ذلك الماء أولا، الماء الساخن ثم الطعام، فالطعام يكون بكمية قليلة. لذلك من أجل تحقيق الصحة الشاملة، الصحة الشاملة سنتحدث، طبعا تحدثنا مرارا، طبعا هنا نصحنا مرارا بأهمية اتباع حمية الماء الساخن، التداوي بحمية الماء الساخن مهم جدا جدا من خلال تقليل كمية الطعام ووداعا للإفطار وداعا لوجبة الغداء. تعجبون ليس كذلك؟ وداعا لوجبة العشاء، فقط تناول هذه الوجبات لسبب أن هي تجمعات اجتماعية أهلية من أجل يكون وقت يعني تجمع مع أهلي، لكن لا يشترط أن يكون إنسان لابد يكون وقت الطعام يكون هو وقت الإفطار أو الغداء أو العشاء بالتوقيت، لا، وداعا لهذا. ولذلك يكون تناول طعام إما لأسباب اجتماعية بس بكمية أيضا أقل، واحد. ثانية مرة أو مرتين تستطيع أن تتناول كمية الطعام بكمية مفرطة، مرة أو مرتين في الأسبوع، لكن لا تتعدى أكثر من ذلك. لذا اجعل حياتك اليومية تقلل من كمية الطعام حتى تقلل من النفايات الناتجة من الطعام، لأن تكون كمية مفرطة، فبدل ما تكون هي مواد غذائية نافعة تضرك من جانب آخر، لأن تتحول إلى نفايات، لأن الأنزيمات تكتفي بكسر هذه المواد الغذائية بكمية التي يحتاج الجسم، تحتاج الخلايا، وكمية الزائدة تعتبر هي تتحول إلى نفايات، تتحول إلى هذه النفايات تتراكم في جسم الإنسان، تتحول إلى مواد سامة وتضر جسم الإنسان، وتعتبر هي كذلك من أسباب الأساسية في الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية التي تسمى أيضا الأمراض، ونحن لا نؤمن بشيء اسمه مرض بقدر نحن نعتبر أن المرض هو نتيجة جسم الإنسان فقدان التوازن، فقدان يعني في يمر مرحلة غير طبيعية، لذلك بإمكان الجسم مرة أخرى يعود مرة أخرى في عملية الشفاء الذاتية، الصيانة الذاتية والوقاية الذاتية. هذا بس أردنا نحن نوضح. وهنا طبعا مرارا نحن تحدثنا عن الصحة الشاملة، أي ليس مجرد خلو من الأمراض، وهي الصحة الجسدية والعاطفية والعقلية والروحية. هذا فقط كان هو مختصر حتى لتكتشف أن الإنسان ليس صنيع الإنسان، الإنسان ليس إنسان آلي، أنت وأنت لست إنسان آلي، فحان الآن لتكتشف قيمك البشرية العظيمة حتى لا يمس هذا الجسم الإنسان يتم التلاعب فيه. لذلك الفرصة أمامك أن تعيش حياة صحية، حياة شاملة، بصحة شاملة جسدية عاطفية عقلية روحية. ونرجو منكم رجاء بالإعجاب في مقطع الفيديو، تشجيع، شجعونا، نحن كرسنا حياتنا من أجلكم، شجعونا حتى كذلك نواصل هذا المصير. الاشتراك إذا لم تشترك انشر القناة، انشر الفيديو، هيستفيدون الآخرين، صدقة جارية. وكذلك تجربتك، هناك الكثيرين من فعل الخير نحن قدمنا لهم، وأيضا بمقابل في رد يسمون رد المعروف، أو كما تقول كلمة شكر، هذه تجربتي، هذا الذي صار معي، طبقت البرنامج وهذا الذي صار معي. ولذلك التجارب هذه تساعد الآخرين، صدقة جارية، تتواصل، أليس كذلك؟ لذا نرجو منكم جميعا بمواصلة هذه التجارب
مواصلة معانا هذه قافلة الحياة، هذه سفينة الحياة العملاقة من أجل صحة البشرية، بعيد عن الاعتماد من العقاقير الطبية، بعيد عن يعني حتى نفهم ما هو جسمنا وماذا، ما هي متطلبات جسمنا، ما هي حقوق أجسامنا، حتى نعيش حياة صحية شاملة كريمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع السلامة. الحمد لله رب العالمين، أشكركم جميعاً.